سيدتي وأنستي وسادتي، مرحبا مرحبا. دونك قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر ما يسمى بشفتي صناعة الوسواس الخناس الذي يدمر في نفوس الناس. شوف رزق ديال المساكن، شوف رزق ديال المساكن. حبة تسونامي ضرب لي قلبي، والله تسونامي استر يا ربي. حبة تسونامي ضرب لي قلبي، والله تسونامي استر يا ربي. شفت على مدار هذا البنية التحتية في الأيام جعلت بلادنا رائدة على المستوى العالمي ببنية تحتية عصرية تستجيب للمعايير الدولية. والقنطرة ديال الخميز رواد الحاج تقطعت. افتتاح طريق السيار الجديدة آسفي في وجه مستعملي الطريق يأتي في سياق تفعيل الرؤية الاستراتيجية والرمية بالأساس إلى تعزيز شبكة طرق السيارة ببلادنا وتقوية البنية التحتية. يلا دوي في البراحي شورتي غيقتلك صعيب يديني الريح انا ماشي سهل في الحب قلبي قبيح ماشي شورتي صعيب يديني الريح انا ماشي سهل في خبر ورد قبل ساعات من حفل الافتتاح اوقفت الشرطه البرازيليه الملاكم المغربي حسن سعاده للاشتباه في تورطه باعتداء جنسي على عاملتي تنظيف في القريه الاولمبيه بحسب ما اعلنت الشرطه البرازيليه. ايوا الدم والامانه وامانته مكتاب الله ما عد الواحد ما يدير. الله يرحمني مسكينه، الله يرحمني مسكينه موالين برحمه الله. ودابا غنقولها بالدارجه وبالعروبيه اللي بغى يموت يموت. سبحان من خلق حسبي الله ونعم الوكيل. عاد الدرع الى الرباط، عاد الدرع الى قلعه طالما وقفت في وجه المد البيضاوي. ترك اللواء في سرداب مظلم إلى أن وجده الفتح. ضمن الملاكم المغربي محمد ربيعي على الأقل ميدالية برونزية بتأهله إلى نصف نهائي وزن 69 كيلوغراما، وقدم بطل عالمي أداء مميزا في النزال الذي جمعه الأيرلندي ستيفن جيرارد دانيلي ليضمن بذلك أولى الميداليات العربية في الملاكمة، وسيواجه محمد ربيعي الاثنين مقبل الأوزبكي شخرام جياسوف بحثا عن مقعد في مواجهة النهائي. عامل لك فولو في تويتر مطاقك انا في فيسبوك نجاوب احسن من جوجل شنعملتي فيا في مرايتي انا غير ساهي حتى في حلمي غير ساهي هبلتيني اه يا ويلي جننتي فيا انت مهما تكون القفل انا اللي عندي الحل المشاكل الى صاروا انا نشيل الحيرة انت في قلبي الموبايل اللي عرفوا من الناس غير اتصلوا بيا زبير اش داك شاشري عشفا اخويا خلعتونا قول السلام عليكم غلطانة جيتيني ندمانة قلتيلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة جيتيني ندمانة قلتيلي ريحني. يحتل المغرب المرتبة الثانية عالميا من حيث استهلاك الأكياس البلاستيكية ب 26 مليار كيس سنويا. تم سن قانون يمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق الأكياس البلاستيكية سيدخل حيز التنفيذ مستهل يوليوز القادم. استيراد 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية من إيطاليا وحرقها في مصانع الإسمنت. وعلى بركة الله يعطي جلالة الملك انطلاقة الشروع للاستغلال الرسمي لمحطة نور واحد، ويتتبع جلالته كافة الشروحات والمعطيات المتعلقة بهذا المشروع الإنتاجي. أنا الأول والأرض غير بالأول في كلامي كلاس بحب أطول في كلامي كلاس بحب أطول.
الإشكالية ديال واحد القطعة أرضية ماشي حياته ربي حاسبنا ومالو حبك موتيفيشن سنسيشن بيبي أنا ندير كاع ريفيليشن تيا ماشي بحالهم تيا ماشي بحالهم تيا ماشي بحالهم ما بيبي جول تيا ماشي بحالهم تيا ماشي بحالهم تيا ماشي بحالهم ها هدرت الناس جابت لينا حرق الراس احنا احلامنا ماشي احلامهم عمرنا ما كنا بحالهم ها كلامهم قرطاس وانا معاك ديما لباس احنا يا غادي نسدو فامهم. هذه الايام نبتة القنب الهندية التي يقول زارعوها انهم وارثوها ابا عن جد. الإحصائيات تشير إلى أن عدد هؤلاء المزارعين يتجاوز حوالي 700,000 مزارع. في المقدمة حزب العدالة والتنمية ب 99 مقعدا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب 80 مقعدا. وبعد تحرير سوق المحروقات سيكون بإمكان كل شركة تحديد الأسعار وفق تكاليفها وسياساتها التجارية. فسعره في الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا بزيادة تتراوح ما بين 30 سنتيما إلى 50 سنتيما للبيضة الواحدة. فأتى الدور على البصل، ارتفاع مفاجئ في ثمن البيع أثر في السوق ومس جيب المستهلك. ويلي 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 وي